الشمالي، احنا الجزء الشمالي عندنا فيه 3 حجرات. اوكي، دي اول حجره اكتشفنا فيها مجموعه من اللوكولي هولز، ادي اللوكولي اهي، وطبعا عندنا بقايا زخارف بترجع للون الاحمر اهي، واضحه هنا هنا قوي يعني، الحته دي تعتبر يعني الزخرفه فيها واضحه، عندنا كده باتر من الاحمر على طول الحيطه، وهنا عندنا مثلا تو اوبننجز. في ناس قالت ان التو اوبننجز دول الهايدرا فيزز او فيونري اكويبمنتس، ان احنا بحط فيها بعض الادوات الطقسيه او الهايدرا، ممكن دي تبقى ايه حاجه زي دي. خلاص احنا عندنا برضو هنا بيزن، خلاص، وزي ما قلنا ان احنا لازم يكون عندنا مكان لحفظ المياه، خلاص، ويقال ان هذا البيزن كانت الفتحه دي بتسقط فيها مياه الامطار وبتتجمع، ولقينا من خلال الاكتشافات بقى الحديثه او الطرق الحديثه ان في ووتر بايبس. ايه هي الووتر بايبس؟ انابيب من الفخار، دي موجوده حتى في المعابد في العصر اليوناني الروماني. يعني المصريين وصلوا لدرجه من المهاره ان هم خصوصا في المعابد اليونانيه المصريه في العصر اليوناني الروماني الموجوده في الوجه القبلي، ان هو كان عامل نظام تصريف ميه علشان الميه ما تجمعش على سقف المعبد فتاثر على الاساسات. خلاص، فلقوا ان في ووتر بايبس along the في الحيطه نفسها بتجمع الميه وبتخليها بره بقى في الكومبلكس اللي احنا هنشوفه مع بعض، كومبلكس اوف بيزنز، مجموعه كده ايه حوض بيبقى فيه ميه. ماشي يا شباب، يبقى in the northern part we have 3 rooms following each other. This is the first one. We have here number of locally holes discovered in order to preserve the body or the hydra vases. Inside them we can find the ashes of the deceased. And this room we can find also a basin. Here is a small basin and here is a water tank. This was used to collect the water from the rain. And after that the scholars discovered pipes, number of pipes, water pipes running through the wall. خلاص، to collect the water inside a complex of basin in the room following this one. In the room following this one. برضو من احد الحاجات الموجودة مثلا ده شاهد، على فكرة ده شاهد قبر. خلاص، بس طبعا هو مهدم، احنا عندنا اشكال احلى بكتير. عارفين الشاهد؟ اللي هو التوم ستون اللي موجود حاليا، اللي هو بيبقى مكتوب فيه توفي الى رحمة الله فلان الحاج فلان الفلاني ابن الحاج فلان الفلاني. خلاص، هي دي نفس الفكره، ان هو بيحط شاهد قبر، في بعض الاحيان بيبقى فيه اسم المتوفى، وفي بعض الاحيان بيبقى فيه شكل المتوفى محفور ومرسوم وقاعد كده بشكل متكئ، بشكل يعني ايه يوناني معين. خلاص، يبقى this is the first room. We have here number of locally holes discovered. We can find traces of colors along the wall. We have here a small basin probably used to wash the water, to wash the funerary rituals. To wash them with water, and we can find here a water tank. Inside the walls, we discovered pipes to collect the water to the complex of basin in the room following. دكتور، في الحضارة المصرية كان بيترسم صورة المتوفى.